التالي يحيى أنجلو. في العدد الجديد من مجلة أخبار أبرديل، دوغمون يعود للجماهير. أين قطة تشيلسي المفضلة؟ سومو سيذهب لمدرسة جديدة. تعلم الكاراتيه في أبردوجو. كل الأخبار المشوقة في الحلقات الجديدة من كلارنس، بدأ من الأحد في 4:50 بعد الظهر على كارتون نتورك بالعربية. إنها معروفة بشعرها الرائع والمرونة والتوازن وأناقتها بالطبع. إنها نجمة غناء وعميلة سرية ومكتشفة آثار مع أخواتها أو كجزء من فريق أو حتى مع صديقة. للأبد أصدقاء، ستجدونها دائماً متألقة. لا تفوتوا كل مغامراتها الرائعة أفلام باربي، قريباً على كارتون نتورك بالعربية. كارتون نتورك تقدم فلينت لوكوود. الجميع قد لا يكون مستعد لاختراعاته، ولكن كارتون نتورك ستقدم لكم مجموعة رائعة منها. طوال الشهر في المسلسل الجديد يوم غائم مع فرصة الحصول على كرات اللحم، بدأ من الأحد في 4:00 على كارتون نتورك بالعربية. التالي حلقة جديدة من منصور. التالي وقت المغامرة. بعد الفاصل المزيد من وقت المغامرة. قابلوا توم، هو وأصدقائه يعرفون كل شيء عن عالم التطبيقات. هل أنت قلق على سلامة هاتفك؟ هناك تطبيق لذلك. هل تريد تحديث أجهزتك القديمة؟ هناك تطبيق لذلك. هل تريد المستقبل الآن؟ هناك تطبيق لذلك أيضا. كل هذا وأكثر في المسلسل الجديد توم المتكلم وأصدقائه، بدأ من الأحد في 9:45 صباحاً. عش المرح مع ركن كارتون نتورك في أشهر معرض لعالم الأطفال كيدز إن موشن بالسعودية. تسلية وتجارب مدهشة لكل العائلة. يمكنك مقابلة شخصياتك المفضلة من القناة والتقاط الصور معهم، بالإضافة إلى تجربة بنتن ووقت المغامرة الرائعة ورحلة الواقع الافتراضي مع منصور وفتيات القوة. كن على الموعد في النخيل مول بالرياض من الأول إلى الثالث من مارس. لمعرفة المزيد توجه إلى www.kidsinmotionmina.com. برعاية IMG عالم من المغامرات. هل أنتم مستعدون للمغامرة مع منصور وأصدقائه؟ يمكنكم محاربة الجريمة والسفر إلى أماكن بعيدة وجديدة ومساعدة منصور لإنقاذ أي وضع. الحلقات الجديدة من منصور الأحد إلى الخميس في 9:25 صباحاً على كارتون نتورك بالعربية. كيف تقيم عالمك؟ المدرسة، نجمة واحدة. الرياضة، نجمتان. تكوين الصداقات، نجمة واحدة، ولكن لا بأس لأن هناك حلقات 5 نجوم جديدة من غامبال في الطريق، بدأ من الأحد في 4:25 بعد الظهر على كارتون نتورك بالعربية. التالي غامبال على كارتون نتورك بالعربية. بعد الفاصل المزيد من فقرة لطيف وشرس.
عدنا إليكم مع المزيد من فقرة لطيف وشرس. التالي الدببة الثلاثة على كارتون نتورك بالعربية. لقد وصلنا إلى نهاية فقرة لطيف وشرس. إلى اللقاء في المرة القادمة. الجديدة من عطبوت الأحد إلى الخميس في 10:25 صباحا على كارتون نتورك بالعربية. بعد الفاصل المزيد من الدببة الثلاثة. التالي كارتون نتورك مينيز. شكرا لمشاهدتكم كارتون نتورك مينيز. الأمر مهم جدا، لا مجال للكسل، للإهمال وعدم التركيز، وإلا لن تنجح في مهماتك أبدا. تذكر كل التمارين، كن مستعدا وشجاعا لتنتصر على عدوك. الحلقات الجديدة من جاستس ليج أكشن الجمعة والسبت في 10:15 صباحا على كارتون نتورك بالعربية. التالي كلارنس. عيش مغامرة مومي وكلارنس. اجمع الملصقات وأكمل ألبوم، ثم قم بإرسال الألبوم كاملاً إلى صندوق البريد 2655 عين سباع الدار البيضاء. العديد من الهدايا في انتظارك. نينتندو سويتش وبيسي بورتابل، الخمسين من المحظوظين الأوائل، والمئات من قمصان كلارينس. لعب بومي بطل ميشوك. التالي أبطال التايتنز انطلقوا على كارتون نتورك بالعربية. بعد الفاصل المزيد من أبطال التايتنز انطلقوا. التالي بن 10 على كارتون نتورك بالعربية. في بن 10 حان وقت الفضائيين على كارتون نتورك. لقد وصلنا إلى نهاية بن 10 حان وقت الفضائيين. إلى اللقاء. بعد الفاصل المزيد من بن 10. هل تحب التنانين اللطيفة والتي تنفث النار؟ ماذا عن مصاص الدماء الصغيرة، صاحبة الأسنان الحادة؟ وليس هناك ألطف من حفلة عيد ميلاد مع بابلز. لا تكثرن من تناول الحلوى. استعدوا لفقرة لطيف وشرس الأحد إلى الخميس في 22 بعد الظهر على كارتون نتورك بالعربية. التالي فتيات القوة على كارتون نتورك بالعربية. وقت رمي الأشياء.